ما نجح عملية تغيير الصورة، لذلك اضطررت للخروج للخروج والدخول مرة ثانية. سيدنا أريد مستندات سرقات الحيدري، منشورة في حسابي، منشور مستندات كتابين، وإن شاء الله تعالى أنا في طور تجميع المصادر التي سرق منها، وإن شاء الله راح أسوي بث طويل، البث راح أطلع كل كتاب وكل سرقة، يعني كل سرقة وأطلعها من بالكتاب، شلون إحنا نقول أونلاين كما يقولون بالإنجليزي، يعني مباشرة. أطلع الكتاب مال الحيدري وأطلع المكان اللي سرق منه وبعدين أطبق هذا وهذا وبين شنو الفرق بيناتهم. لكن لحد الآن مو كل الكتب اللي سارق منها للحيدري أنا عندي، لكن عندي إلكترونيات وطلعتها عن طريق الإلكترونيات، بس تكمل الكتب إن شاء الله كتاب كتاب أطلعها وأطلع السرقات واحدة واحدة. الآن يعني في هذا الأسبوع إن شاء الله، نعم بهذا الأسبوع إن شاء الله، نعم صور موجودة، صور ادخل على الخاص أرسل لك الصور، أي صورة تريد أرسل لك إياها عادي، ادخل على الخاص. بهذا الأسبوع إن شاء الله سأعلن عن سرقات كتابين آخرين من كتبه، اللي هم كتاب مراتب العلم الإلهي، والكتاب الآخر بعد شنو اسمه الثاني، يمكن أعتقد الشفاعة، يمكن الشفاعة، اثنين كتابين. عليكم السلام ورحمة الله. والقضية واضحة، أي شخص يعني يستطيع المراجعة بعدي وتأكد بنفسه إن كان هناك. نعم، هل خروج الدم أثناء الغسل يبطله؟ لا الغسل الجنابة لا يبطله، لا يبطله، ولكن أنت بعد كنت تغسل المكان اللي طلع منه الدم حتى ما يكون بعد شو اسمه، لأن هاي نجاسة، الجنابة نجاسة معنوية وخروج الدم نجاسة خارجية، فتكون تنجيسة المكان، فبعد هذا إذا بقي الدم في المكان تقدر تطهره وتنتهي القضية. بعيدا عن أهل الخبرة، من الأعلم الخامنئي أم السيد الصادق؟ عزيزي بعيدا عن أهل الخبرة يعني شلون؟ يعني تريدني أنا أصير بدل عنهم؟ يعني ماكو شيء عزيزي، هناك من يشهد لهذا، هناك من يشهد لهذا، وكلاهما بحسب رأي أهل الخبرة كلاهما ما مذكورين ضمن شلون احنا نقول المرتبة العليا من محتملي الإعلامية. أنت مقلد من؟ أنا أقلد السيد الخوئي من الثمانينات ولا زلت من مقلديه، وأرجع إلى السيد السيستاني في المستحدثات فأقلده تقليد بقائي، والتقليد البقائي لا مشكلة فيه. يكون تراجع الشيخ الفياض، الشيخ الفياض يمنع أن يكون الشخص اللي يقلد السيد الخوئي يعني في هذا العمر اللي يكون هو قادر على تشخيص أن السيد الخوئي هو الأعلى. كنت ترجع للشيخ الفياض وتسأله ممكن أو ما ممكن، هذا ما أعرف حقيقة. أنا بالنسبة لي رجل مواليد 70، يعني قلدته وكان عمري 13 سنة. روح للشيخ الفياض واسأله، هو الوحيد اللي عنده جواز تقليد الميت ابتداء إذا ثبت عند المكلف أنه أعلم العلماء منذ زمن الشيخ الطوس، يعني من زمن الغيبة لحد الآن. اسأله وشوف، ما أعرف حقيقة بعد، لأن هاي قضية مال أهل خبرة وشغلتنا إحنا حقيقة، وكل إنسان المفروض يعرف حجم نفسه، لازم يكون يقف عند الأمور اللي هو يجب أن يقف عندها، والأمور التي يستطيع الحديث فيها تحدث فيها حقيقة، لأنه هذا هو اللي يضبط الأشياء، هذا اللي يخلي الأشياء يعني تنضبط. لأنه بيت الشيخ الفياض أنت إذا جيت من شارع الرسول، طلعت من الإمام، من مرقد الإمام، تطلع مباشرة تخلص شارع الرسول، يعني هذا شارع الرسول تخلصه راح يلاقي قاطعك طريق، تطلع قبل تقريبا تمشي نفس المسافة اللي مشيتها منا للإمام
على اليسار، قل لهم وين مكتب الشيخ الفياض، يقولوا لك مو بعيد. عليكم السلام ورحمة الله. تعرف شيخ عادل القرغلي؟ عادل حقيقة ما عرفته بالاسم، ما عرفته. بعض الأحيان إحنا ما يعني ما نتعرف على الأسماء، مرات الصور الأشخاص أكثر. من الأعلم، الخوي أم السستاني؟ لو كان السستاني أعلم ما بقيت على تقليد الخوي، لازم أرجع للسستاني. طبعا أنا عندي السيد الخوي بحسب شهادته للخبرة، السيد السستاني الأعلم. لكن هل يطاع كما يطاع الولي الفقيه الإمام الخامنئي؟ بالتأكيد. شلون طبعا، ولا شلون يكون أعلم يعني إذا ما يطاع؟ يعني فتوى حج، النتيجة فتوى حج، يعني سيطاع أو ما يطاع هذا بعد شيء آخر. يعني هذا ما يضر بالمنصب، ما يضر بالمنصب يعني، حتى لو كان معصوم ولم يطاع هذا لا يؤثر على مكانته وعلى وجوب اتباعه، ما له علاقة. هذا شيء وهذا شيء آخر. السيد لا يعتقد بوحدة الوجود. عزيز، ما رأيك في السيد نعمة الله الهاشمي؟ منو نعمة الله الهاشمي؟ قصدك الجزائري لو غير؟ عينه هذا تبشرنا، شو تبشرنا؟ احنا ما نريد نتبشر عزيز، احنا نحب نبقى بالجسم. عندنا محرم هسه، البشرى خليها في غير محرم. وحدة الوجود يعني أن لا يكون فرق بين وجود الوجود الإمكاني والوجود واحد، وجودي ووجود الله واحد، هيك هالشكل بشكل مختصر. يعني احنا في محرم هسه، موك التبشير عزيزي. من هو أفضل كتاب تفسير؟ خب الأفضل الميزان، لكن الـ 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 الأفيد للناس هو الأمثل، لأنه أكثر وضوح. لا بيشكال طبعا، بيشكال طبعا، لكن من يقول بها؟ إذا توفي السيد السستان لا سمحه، من الذي يكون من بعده؟ أنا أكون من بعده؟ شبيه خوش أنا قام، ما بيه شيء بعد. نرجع له للخبرة عزيزي، نرجع له للخبرة، وهل الخبرة ما يحددون قضية واضحة يعني، ما تحتاج كل هالتعقيد. ترى هو معقدين قضية التقليد أنتم، ترى قضية التقليد ترى حالة من حال الصلاة ومثل غيرها، يعني هواي معقدين، فلان صار وفلان ما صار، يعني كأنه احنا يوميا عندنا خبر. يا عيني ابو بقية الله، مو قلنا لك احنا البشرة ما نريد هسه، احنا محرم، عيب البشرة بمحرم. عزيزي هذا يحددون اهل الخبرة، شنو يعني وراه يعني؟ يحددون اهل الخبرة، أهل الخبرة يقولون الآن موسى الشبيري. الخطبة التطنجية الافتخارية غير صحيحة، مو ثابت. تفسير البرهان جيد، لكن لازم تراجع رواياته، خاب بها مشكلة منا. منو هذا الصرخ؟ هل يستطيع الإمام يخلق الشيء من لا شيء؟ لا يستطيع، هذا الإبداع، والإبداع مختص بالله سبحانه وتعالى. اها اللي بشر صرخي، تا شلون صرخي وبشر؟ او ماكوش ما يقول. حاول تثبت عزيزي محمد، جزاك الله خير. هو احمد الحسن اليماني، نعم، ابن شعبة الحراني. هل كان معاصر للشيخ الصدوق؟ لا أعتقد ما كان، أعتقد هذا متأخر، ابن شعبة متأخر. لا بعدتي ما طفت، بعد تعود أول عالم، صار إحنا صرنا فرجة من وراء الكهرباء. بالنجف هاي مشكلة، الكهرباء والنجف مش.
نعم ابن شعبة الحراني، نعم 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 زمن قريب على الشيخ الصدوق، نعم نعم ابن شعبة الحراني متوفى سنة 381. نعم توفي في سنة واحدة. نعم الصدوق عندنا اثنين، الوالد والولد، الوالد قبل الولد. نعم ابن شعبة الحراني، نعم معاصر. محمد الصدر يقول انني اعلم من الخوي، ما رايك؟ هسه يا عزيزي هذا الحكي شو يقدم شيء اخر يعني، يقول يعني هو رجل كان يعتقد هذا الشيء، شو المشكله؟ هل يوجد محاضرات للسيد السيستاني؟ نعم توجد محاضرات. روح البيت السيد وقول لهم اذا المحاضرات يجوز تطوك اياها. وش استفاد من المحاضرات يعني؟ هو رجل محاضراته بالفقه والاصول. وطلاب اللي يحضرون يمه احتياج عندهم محاضراته. طلاب اللي يحضرون يمه اللي كانوا يحضرون يمه اكيد عندهم محاضرات، كانوا يسجلون المحاضره. مسجلات كانوا يسجلون. ولذلك هسه بعض من طلابه قاموا يكتبون تقريرات الان. وصلت من ايران بعض التقريرات مثل محمد علي الرباني وهاشم الهاشمي وغيره. يعني سامع مقاطع قليله. احمد الحسن ظهر سنه 2002 واليوم انصاره في مختلف الدول. وش تريد يعني؟ يدخل الدوري اذا يريد ينافس على دوري ابطال اوروبا براحته يعني، ما عندنا مشكله يعني، خب ماكو شيء. نعم الاختصاص منسوب للشيخ المفيد. يعني عنده انصار، احنا شو نسوي له يعني؟ يقدر ينافس على دوري ابطال اوروبا، شنو المشكله؟ خليه ياخذ دوري ابطال اوروبا من الرياض. من الاعلم؟ السيد علي السيستاني ام محمد الصدر في وقته؟ عند من؟ عند أهل الخبرة لو عندي. إذا عند أهل الخبرة كنت أسأل أهل الخبرة. طبعا في ذاك الوقت أنا ما ثبت لي أنه السيد الصدر أعلم، لذلك قلدت السيد السيستاني يعني، رجعت له وأخذت إجازة من عنده. لو ثابت لي أنه السيد الصدر أعلم كان رجعت للسيد الصدر. أنا سألت في ذلك الزمن بعض الأساتذة الموجودين المعروفين، منهم السيد المرعشي، يعني دول الشخصيات المعروفة، أكثرهم الآن أساتذة بحث خارج، قالوا السيد السيستاني هو الأعلم. يا الله حياك الله، جزاك الله خير الجزاء. كم مرجع بالنجف حاليا؟ هواي موجودين، 6 و7. المراجع الأربعة صاروا 3، شيخ السند، شيخ الخاقاني، شيخ شمس الدين الواعظي، بعد منو بالنجف؟ هذول أعتقد المصدين فعلا يعني. مركز الأبحاث موجود قريب على مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، قريب عليه هناك، من توصل تشوف. الآن هو مصد مرجع، نعم. شيخنا هل الخمس واجب؟ نعم واجب. نعم يا الله. أريد بحث بالخمس عادي، عندي كتاب اسمه الخمس بين الإباحة والوجوب. راسلني على الخاص إذا تريد نسخة من عنده، ماكو مانع، بس ادفع فلوس طبعا لأنه ما أقدر، لأنه مو مالتي هو يعني، أنا مكلف ببيع. اسم الخمس بين الإباحة والوجوب، وعندي كتب أخرى أيضا لنفس الشخص. لا 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 عزيز، تأليف صديق الله يرحمه، صديقي كان يعمل بالتحقيق، من أعز أخواني، توفي في
بكورونا. شنو رأيك بأمير القريش يا عزيزي؟ يعني هذا يعني هذا سؤال ما يستحق واحد يطرحه أصلا. أنا قلتها وأعيدها، أي إنسان أي إنسان يتجاوز على علماء الشيعة لا يساوي قشر بصلة في مكب النفايات. اسمعوها مني ورددوها عني، كل إنسان يتجاوز على علماء الشيعة لا يساوي قشر بصلة مرمي في مكب النفايات ولو طار في السماء. هم مؤلف كتاب؟ نعم، عدة كتب عندي، ولكن ما عندي ما منشور، كلها ما منشور، كل كتبي ما منشورات ما عدا يعني اثنين بحثين اللي نشرن بحثها. أمالي لا، الشيخ المفيد ليس منسوب. هاي الصورة صورة السيد البروجردي، لا هذا السيد المرعش النجفي. عزيزي ما عنده مؤلفات منشورة، قلت لك إن كان عندي مؤلفين منشورات صغيرات، واحد موسوعة قصصية فقهية والثاني منهج التعامل مع علماء الدين بين الـ بين الـ الـ بين شنو؟ اي بين منهج التعامل مع علماء الدين بين الكتم والتقديس، يعني بين الطعن والتقديس. هذا نشرته في زمن صدام بدون اسم، نشرته بدون اسم. والقصة القصة القصيرة القصة عفوا القصة القصصية فقهية نشرتها عام 2007، حلقة واحدة نزلت والبقية توقفنا لأنه الصديق اللي كان وياي يتوقف. إذا ما كان يأثر على حياة الإنسان ماكو مانع ببيع الكلب أو التبرع بها. ما رأيك في علي سلمان العجمي؟ عالم، عالم، علي سلمان العجمي عالم مو شخص عادي، هذا اللي سواه جهد مو طبيعي وإنسان دقيق. طبعا أكو أزمة التوثيقات وأكو آفة الانتحال، آفة الانتحال أدق من أزمة التوثيقات مع الأسف. مقتل الحسين للخوارزمي يحتاج إلى تحقيق، ادعوا لي إن شاء الله أقدر أحققه، ادعوا لي، يحتاج إلى تحقيق. كتاب مهم ومصدر مهم. يا الله يا عظيم يا رحمن الدنيا والآخرة، أعيد تحقيقه عزيزي، ادعوا لي أستطيع إعادة تحقيق كتاب مقتل الحسين للخوارزمي، أخطب خوارزمي. رأيك بوحدة الوجود؟ رأيي عزيزي ماكو شيء رأيك ورأيك، هاي رأيك تقال للعلماء ما تقال لي. وحدة الوجود فكرة باطلة عندنا. أما قضية تكفر تكفر القائل بها، هذه قضية ترجع للفقهاء وليست ترجع لي. شيخنا هل المشكلة في الافتخارية في متنها؟ لدينا مشكلة مع متنها، مع كلماتها موجودة بغير روايات عزيزي، في متنها وسندها يعني. الإعلامية تقتصر على الفقه والأصول. نعم على الفقه والأصول طبعا، وش يسوي الفقيه؟ المرجع شو يسوي؟ فقه وأصول، شو يعني؟ أنت ترجع له بالفقه والأصول فقط، ترجع له بالفقه يعني الأصول هاي قواعد عامة. الله يحفظك، حياكم والله يعزك، الله يحفظك. أسألكم الدعاء. أنا طالب وأستاذ، إحنا في الحوزة هاي طريقتنا، الطالب يخلص الدرس يروح يدرس ياخذ الأعلى منه ويدرس اللي سبقه وهكذا. فأنا أستاذ وطالب في نفس الوقت. هاي طريقة الحوزة، المادة اللي تخلصها تدرسها والمادة اللي تبدأ بالمادة اللي بعدها وتدرس المادة اللي كملتها. كتب الشيخ باقر الشريف القرشي كتب جيدة.
عزيزي التقييم العلمي ما يصير إلا عن طريق الكتب. إحنا ناس نعمل بالتحقيق. سيد مقتدى لو وقعت بيدي كتبه أقدر أقيمه، أما بدون كتبه ما أقدر أقيمه. شيخنا بيتكم شارع المدينة؟ لا عزيز، شيخي هم الذين يتبعون الشيخ أحمد زين الدين الإحسائي. فقه الاستدلال كتاب من كتب الشيخ الإيرواني اسمه دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي. صفات محدثة شلون تصير؟ صفات الله عين ذاته شلون تكون محدثة عزيز؟ إذا قلنا بأن صفات الله محدثة يلزم منها قيام الحوادث بالله سبحانه وتعالى، هذا أمر مستحيل. أنتم، نحن أصولية لا يوجد إخبارية. عزيزي تقول الإمام الرضا يقول ودينا النص، ودينا النص، هذا الكلام مالتك باطل، ما يحتاج سنوات، أنت تبذل جهدك وتتعمم حتى لو بعد فترة مو طويلة، سنتين ثلاثة ممكن تتعمم. أكبر من أن يوصف هاي وين وديك وين يا عزيز، أنت جاي تخبط ما يدهن. جاي ثواني شلون؟ ما فهم جاي ثواني. الإخبارية لا يقبلون بعلم الأصول ويعتقدون بصحة الكتب، وبعضهم لا يعتقد بذلك، المعتدلين منهم. شيخ الصديق يقول على النبي أمي، وين يقول هذا الكلام؟ وين يقول هذا الكلام عزيز؟ من وين هاي اللي عن الرجال والنساء؟ من وينها؟ منهج هذا موجود؟ ما عندنا مثل هذا. ما يستحب في قنوت الصلاة هي الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقد منع الأئمة من أن يصنع الإنسان قنوت خاص به. سيدي السيستاني يدرس البحث الخارج، لكن الآن توقف عن البحث، خلص رجل مريض. شيخ جعفر كاشف الغطاء من كبار علماء الشيعة، يعني شنو أقول عنها؟ أقيم أنا مثلا عزيزي؟ هذا يعني مرجع كبير، عالم كبير. يا الله يا عظيم يا كريم، ماكو مشكلة عزيز، ماكو مشكلة. بس انت استفاد من صلاتك، استغفر ربك، هذا افضل من هاي المطبات. شنو الكافي؟ النص عزيزي، النص. اذا ما تقدر ترسل النص ودي على الخاص. بعض الكتب التاريخية المعتبرة في سير اهل البيت، موسوعة التاريخ الاسلامي للشيخ الهادي اليوسفي، سيرة اهل البيت للشيخ باقر شريف القرشي، الصحيح من سيرة النبي السيد جعفر مرتضى العاملي، الصحيح من سيرة الإمام علي للسيد جعفر مرتضى العاملي، الصحيح من سيرة الإمام الحسين للسيد جعفر مرتضى العاملي، سيرة أهل البيت للسيد هاشم معروف الحسني، سيرة الأئمة لمهدي البيشوائي. كافي لو بعد؟ أيهم أقرب إلينا، الإخبارية من الشيخية؟ الإخبارية حياك الله. هل الشيخ البحراني عالم؟ يا هو شو قصدك بالبحراني؟ الشيخ يوسف البحراني عالم بل من كبار العلماء. شنو عالم؟ عالم قليل بحق.
باقي 10 دقائق وينتهي البث. حاول تثبت الأسئلة عزيزي محمد إذا موجود. إذا ما موجود فأمرنا وأمرك إلى الله. عزيزي، ما يؤخذ بآراءه هو المرجع. المرجع يعني الشيخ يوسف البحراني المتوفى، شلون آخذ بآراءه؟ نعم تناقش آراءه، تحترم آراءه طبعا. موسى الشبيري الزنجاني الشيخ وحيد الخراساني، كيف ترجع لها؟ ترجع لها. نعم أطلب أدرس الطلاب. نعم أنا عند الطلاب من كل دول العالم، حتى من اليمن، حتى من أوزبكستان، حتى من تايلاند درست، من إيران درست، لبنان درست، إيرانيين درست، كويتيين درست، سعوديين درست، يعني يمكن ماكو جنسية ما درستها تقريبا، أفارقة درستهم كذلك في بعض المدارس. بخدمتك عزيزي إن شاء الله تدرس عندي وإن شاء الله أكون بخدمتك. ما رأيك بالسيد صادق الشيرازي؟ يعني شنو رأيك بالسيد صادق الشيرازي؟ السيد صادق الشيرازي عالم ومرجع، يعني شنو دا قلت رأيي بيش شيخ هناك بث الليلة إن شاء الله؟ أكو بث إن شاء الله، لكن سنبدأ بقضية تربوية ثم بعد ذلك نسأل أسئلة. يا عظيم يا الله، الله يحفظكم جميعا. هم ليسوا بضارين، هاي وين آية؟ بيا سورة، هم ليسوا بضارين. يعني في آية السحرة ليسوا بضارين في من أحد طبعا يعني بإذن الله. هل الشيخية عندهم دليل على ولادة المهدي؟ وما هو دليلكم على عزيزي؟ دليل ولادة الإمام المهدي موجود في حسابي، وموجود في حسابي أكثر من 150 اسم عالم سني يقول بولادة الإمام المهدي، وصور أكثر من 25 كتاب سني مصورة في حسابي تقول بولادة الإمام المهدي، وأحاديث أهل البيت المحققة الصحيحة التي تقول بولادة الإمام المهدي. ما عندك وقت تقرأ هذا كله، ارجع إلى كتاب معجم الأحاديث المعتبرة الجزء الثاني صفحة 312 من الجزء الثاني، راح تجد أكثر من 40 رواية عن الإمام المهدي وولادته. هل الشيخية عندهم دليل على ولادة؟ ما أعرف إذا كان عندهم ما عندهم، بس إحنا عندنا. هل الإمام الصادق لعن أبو حنيفة؟ ما سمعت في هذا عزيز. شلون ما فهم؟ هل الشيخية في البصرة بن عامر أو بعيدين عن الأصولية؟ مع العلم أشوفهم لا فرق بينهم. نعم بعيدين عن الأصول. الإخبارية هم القريبين، والإخبارية قليلين جدا، الشيخية طبعا أكثر منهم. بس في العراق بعد، خارج العراق ما أعرف. ما رأيك بصحيح البخاري ومسلم؟ شنو رأيك؟ كتاب حديثي يقولون عنه صحيح وهو خرط. مليء بالأكاذيب والكلاوات. عزيزي درس بالحوزة، الحوزة إلها اسم واحد، الحوزة العلمية، سمونا صحيح وهو ما بأي شيء بفايدة إلا بعض الروايات بخرافات وإساءات حتى للأنبياء. شيخنا رأيك بكتاب مروج الذهب؟ خوش كتاب، طبعت محمد محي الدين عبد الحميد وطبعة أخرى أيضا نسيت، مؤسسة الفجر أعتقد اللبنانية. ما رأيك بالشيخ مرتضى الشهرودي؟ مرتضى قصدك الخطيب؟ الخطيب خو خطيب جيد، نعم خطيب جيد، مريض ادعوا له، مريض خطيب المسكين. نعم نعم حياك الله. هل حوزة الإمام الحسن العسكري الأفضل الآن؟ منو حوزة الإمام؟ وين صايرة حوزة الإمام؟ وين صايرة حوزة الإمام الحسن العسكري؟ نعم نعم ادعوا له، هو إن شاء الله يعني يكون شفيع لنا من خلال خدمته الطويلة للإمام الحسين عليه السلام. بصائر الدرجات نعم كتاب جيد.
لا لا، هذا كلام غير صحيح، ما له وجود وكذا. هذا كلام مال واحد جزائري عنده تشكيك. ما هو رأي السيد الخوي بالتطبير؟ عنده جائز، عنده مباح، ما عنده مشكلة، ولكني لا أطبر، أنا أساسا ما أميل للتطبير. أعتقد هاي الطرق الأخرى اللي هي يعني يعبر بها عن حزن الإنسان أفضل من التطبير. لا لا، هذا الكلام مو صحيح، بعض الناس قالت هذا الكلام، ولكن كلام شنو اسم مدرسة السيد علي السبستاني؟ المدرسة العلوية، مدرسة ابن حلي كذا، ويقول 3 مدارس أعتقد لهم السلام. انتهى الوقت، نراكم إن شاء الله مساء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم وعلى أهل بيته الطيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.